ورحمة الله وبركاته، صباح الخير عليكم جميعا. إن شاء الله النهاردة هنكون مع بعض في تغطية من السوق الأسبوعي. هو عبارة عن سوق بيكون شغال على مدار الأسبوع، وكل يوم بيكون في منطقة معينة، يعني كل يوم من الأسبوع بيكون في منطقة معينة. طبعا كل حي أو مركز أو كده بيكون ليه إيه سوق خاص بيه، وبالنسبة للبياعين اللي في السوق وكده. ده بيكون فيه معظم الاحتياجات اليومية اللي يحتاجها أي بيت. ممكن تنزل اليوم ده اللي هو بيكون في المنطقة بتاعتك تشتري احتياجات الأسبوع كله، 50 مثلا أو 60 ليرة، يعني تجيب الخضار والفاكهة والحاجات الأساسية اللي أنت محتاجها كلها. هنستعرض معاكم بعض الأسعار والمنتجات اللي موجودة في السوق، وده بيكون من الصبح لحد المغرب كده، بيكون شغال يعني يعتبر طول اليوم. يعني دي بعض الخضروات اللي موجودة هنا، ودي أسعارها. طبعا السعر اللي مكتوب سواء 2 ليرة أو 3 ليرة، ده سعر الكيلو. مكتوب كيلو 3 ليرة، كيلو 4 ليرة. ودي فاكهة، تفاح أخضر وتفاح أحمر، 2 كيلو منهم ب2.5 ليرة. ودي كمثرى، وفي برتقال، وفي ليمون. معظم الفواكه في منها موجودة عندنا في مصر، والخضار وكده، وفي حاجات تانية غريبة بالنسبة لي بصراحة، يعني أول مرة أشوفها. دي حاجات زي مكسرات كده، أنواع طبعا مختلفة. والفراولة طبعا كلنا عارفينها، كيلو ب7 ليرة. ب6 ليرة الكرنب، 5 ليرة القرنبيط. والذرة طبعا بتاعنا عارفينه كلنا، ده خيار 3 ليرة. طماطم ب2.5 ليرة. دي الخضروات. كوسة والبتنجان، بسلة خضراء، وفلفل، وطماطم تانية هنا ب2 ليرة. وعلى فكرة السوق يعتبر من، يعني الأسعار اللي فيه يعتبر من أقل الأسعار، أقل طبعا من المحلات وكده. فبتقدر انت تنزل تشتري الكمية اللي انت عاوزها كلها من احتياجاتك اللي انت ممكن تحتاجها في البيت طول الأسبوع بشكل أساسي. وبتقدر ان انت كمان توفر، يعني اكيد بيبقى فيها توفير غير لما تنزل تشتري مثلا من محل او كده، بيكون في فرق في السعر اكيد. يعني ده طبعا بالنسبة للي عايش هنا مثلا مع اسرته وكده، فطبعا بيطبخ وبيجهز في البيت والكلام ده. تشتري احتياجاتك الاسبوعية من السوق بيكون اوفر لك وافضل ليك، يعني عشان البيض هنا في انواع، في طبق ب8 ليرة، في ب10 ليرة، في ب12، في حاجات تانية. ده بيض بلدي يختلف عن التاني طبعا في الاسعار وكده، عن بيض المزارع والكلام ده. العنب بكيلو ب2.5، أحمر وأخضر، رمان ب2.5، ده يوسف أندي. كمان
Sıkıntı yapma, beraber bitiyorum maç. En güzeli burası. Köy kardeşi, köy kardeşi. Mahmut bir yardıma gelsin. Cenin hapı. Yetiştiremiyorum be.